في عصر الانتقادات، وعندك مشكلة كبيرة ان انت محتاج دلوقتي هدوء، ومحتاج رجال دولة من الطراز الاول عشان تعرف تعدي من المصيبة اللي للأسف اخواتك وقرايبك وجيرانك منهم ناس حطونا فيها، ولن يكلوا ولا يملوا، مش عاوزين يهتوا. والحرية لعلاء عبد الفتاح. مين علاء فتاح؟ يعني انا عايز اعرف مين هو علاء فتاح، ادى ايه لمصر؟ يعني مع احترامي يعني للشباب اللي بيحبوه، ايه يعني ادى ايه لمصر؟ عايز اعرف علاء او انتصار عبد الصمد دي ولا محفوظ ولا عملت ايه لمصر؟ يعني عايز افهم الست دي عملت ايه لمصر. يعني سعد الصغير دفع ضرائب لمصر وفادها اكتر ما انتوا فدتوها. هو بس المشكله ما حدش بيتكلم، ما حدش عايز يتكلم. ما نتكلم بقى، خليكم رجاله بقى، نتكلم بحق حقيقي بقى.